هذه الزيارة جت في إطار توسيع العرض المدرسي. اليوم الأقاليم اللي عندهم واحد الطابع قروي بالنسبة لنا هما كيشكلوا واحد الأولوية، لأن كاين مشكل ديال الهدر المدرسي، كاين مشكل ديال النسب ديال التمدرس القليلة، وجينا الحمد لله ودشنا مؤسسات. اولا ثانويه تاهيليه واحد الكلفه في ام قرود 13 مليون ديال الدرهم بالداخليه ديالها. هذه المؤسسه اللي غادي تستقطب تلاميذ ديال ثلاثه الجامعات الروافد، ثلاثه الاعداديه في جامعات مختلفه. اعطينا الحجر الاساس ايضا في زاويه اي تحميده باش نبنيو واحد المؤسسه تاهيليه ايضا بالداخليه ديالها بواحد الكلفة مالية ديال 17 مليون ديال الدرهم، أيضا لاستقطاب واستضافة التلاميذ ديال الجامعات المجاورة، أيضا تعويض المفكاك بواحد البناء إيكولوجي جميل. هذا الصباح هنا في مدينة الصويرة إحداث واحد العدد ديال الأقسام ديال التعليم الأولي، أيضا داك مراكز الموارد بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة. مشينا للتمنار وخلقنا واحد النموذج أيضا ديال مواكبة الشباب واليافعين المنقطعين عن الدراسة في واحد القرية ديال تمنار بشراكة مع الجامعة الترابية، باش غادي نديرو واحد هذا النموذج اللي قلت ديال التكوين المهني على المستوى القروي في واحد العدد ديال المجالات ذات الأهمية بالنسبة لتمنار. في الجانب الفلاحي أرغان، تثمين منتوجات أرغان، ايضا الصيد البحري، لان واحد العدد ديال الساكنه ديال تمنار كيمشيو باش يديروا الصيد في الاقاليم الجنوبيه. انا اول حاجه اللي استفسرتهم عليها هو هذه الجامعه ديال ايداغارد، فهمتيني؟ والمشكل ما كاينش مشكل ابدا. اليوم عندنا واحد العدد ديال الجامعات في اقليم الصويره 57، ما يمكنناش نمنحوا لكل جامعه اعداديه، ما كاينش هذه الامكانيه. دونك اليوم السيد المدير الاكاديمي والمدير الاقليمي كيشتغلوا باش كيف يمكن احداث اعداديه بالنسبه لواحد ثلاثه ديال الجامعات. هذا هو هذا، ما يمكنناش اليوم، ما عندناش الامكانيه. ولماذا؟ لان احداث واحد المؤسسه اعداديه كتخضع لواحد العدد المعايير. شنو هما المعايير؟ هو عدد التلاميذ من 120 الفوق. اليوم عندنا في السنه السادسه في اذاكر ما كيتجاوزوش 57. دونك باش نرجعوا لذاك المشكل ديال اكارد ونقولوا واش البنات كيغادروا، هذا ما ندخلوش ذاك الامر. هذا انا عطيتك المعطيات اللي كاينه في الميدان. اذا بالنسبه للجامعات اذاكرد اللي تتسولوا فيه، هو المساله ديال الاعداديه اللي خصكم تعرفوا بان المعايير ديال يعني باش نحدثوا واحد الاعداديه، المعايير التقنيه اللي تنعملوا بها على المستوى الوطني وهي معايير محدده. اولا عدد التلاميذ السنه المستوى السادس اذا وقرت معمرو فات 100، كيتراوح ما بين 90 حتى 107 هذا العام. هذا المعيار هذا ما تيخليناش باش على ان تكون المؤسسه قائمه في حد ذاتها. بالنسبه للنقطه الثانيه، اذا وقرت من بين الجامعات اللي كنهتموا بها، حنا كنهتموا بها ومبرمجين فيها حنا واحد الاعداديه كنحطوها على حسب الاولويه ديالها، في نفس الوقت البرنامج المادي ديال المديريه، وفي نفس الوقت البرنامج ديال الفوارق المجاليه والترابيه الاف دائر في العماله. دونك ديما هي مبرمجه. هذا علاش؟ باش نزيدوا نخفوا الضغط اللي يعطيوه على الساكنه. هذه دونك ما تناقشوهاش. ثانيه، وهو بان التلاميذ والتلميذات ديال الجامعات اذا وقرب كيدرسوا عندنا هنا في الاعداديه الجديده بمنوحين، وكاين الطرف اللي كيكون في ثانويه بناء مولاي عبد الله. اور لما تنصيفطوهم حنا قريبين، واللي كيوفر لهم هو النقل المدرسي، كيوفر لهم الجامعه. السي مصطفى بلينكا الله يذكره بخير رجل طيب ورجل تيعمل بنزاهه وبجد، راه تيعمل وكيشتغل معنا، وهو بنفسه وبعض الاخرين ماشي هو كانوا هما تيبغيو يطلبوا التلاميذ ديالهم يجيبوهم للصويره، وكنجيبوهم للصويره. يعني شنو هو المشكل؟ المشكل اولا هما تيتمرسوا متمدرسون، ثانيا عندهم المنحه، ثانيا عندهم النقل المدرسي. دابا حنا مسؤولين، شتو علاش مسؤول انا؟ على توفير مقعد لكل تلميذ ولا تلميذه، كنوفروا مقعد دراسي. ف
فقط، هذا هو المسؤوليه ديال وزاره التربيه الوطنيه. اما فيما يخص النقل كاين جهات معينه هي المسؤوله. اما الحاجه الثالثه اللي بغيت نقولها لكم شوفوها، بان كنحتفظوا على التلميذات والتلاميذ حتى ل 16 سنه، حتى ل 16 سنه. والسن القانوني باش يبقى اجباري هو 16 سنه فما فوق، يعتبر نشيط، يعتبر نشيط. خص اولا النقطه والدخل والبعد الجغرافيه، عدد الكيلومترات. الا كنت مثلا انا انت وهاد الاخ بحال دابا نفس النقطه، نفس النقطه وعندنا منحه واحده وانت بعيد عليه تتشد انت. الثانيه، النقطه الثانيه، وهو كاين عدد محدد ديال تنحصل مثلا 1200، كنحبسوا نديروا الشرطه في 1200، ونزيدك بان هاد السنوات 3 سنين زدتنا 300 منحه الثلث، هذا على مستوى المستوى السادس. بالنسبه للبكالوريا ولات عندنا المنح 95%، كانت كتجينا 1200 منحه، ولا دابا كتجينا 2400 منحه بواسطه التدخل ديال السيد العامل وبطبيعه الحال السيد الوزير التربيه الوطنيه. بدايه بخصوص السؤال تاعكم، شيء واضح انه الجامعه ديال اكرد تعاني من واحد هاد الفتره من 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 الهضره المدرسيه بخصوص بالخصوص الفتيات، ومؤخرا في اطار جهود كبيره اللي بنينا عليها مع الشركاء بزاف، انه باش نحفزوا الساكنه ونحفزوا الاباء الاولياء واباء التلاميذ يقروا ولادهم ونرفعوا المستوى ديال التنميه بالجامعه. الا ان الاشكال الكبير وقع في التشخيص ديال الاكاديميه مراكش اسفي، لانه للاسف انه اليوم كنسمعوا ارقام مغلوطه من عند السيد الوزير، كنسمعوا ارقام متضاربه عند مدير الاكاديميه والمدير الاقليمي. اليوم هاجرت لي مقاعد دراسه 32 ولد وبنت، منها فيهم 25 بنت، هدر نهائي. الزياره ديال الوزير تمنينا انه الوقوف فقط على هذا المشكل، وحنا في اطار واحد النموذج التنموي يتم التهيئ له مستقبلا، كتغادر لنا ثلث ديال التلاميذ، لانه حسب التعبير ديال السيد الوزير انه كيقول لك كاين 56، ما كايناش 56، كاينه 108. لا، الرقم ديال السيد المدير الاقليمي غلط والرقم ديال السيد الوزير غلط. علاش؟ لانه كيبان لي انه كاينه معطيات تشوبها اقصاء ممنهج، خصوصا اليوم يتم تشبيه الامر انه كانه مناوره سياسيه. انا الا كيقولوا هذه مناوره سياسيه مرحبا بهم، انا المهم خص الساكنه توصل للاجل ديالها. اليوم عندنا اليوم 32 بنت ولد كتهجر مقاعد الدراسه، شكون المسؤول؟ المسؤول خصو يجاوب على هذا، وخصو يجاوب عليهم، خص الوزاره تجاوب عليهم، يجاوب عليهم المدير ديال الاكاديميه، وماشي يخبوهم انه هجروا وصافي لا يردهم، صافي ما تسوقهم حتى شي واحد. اليوم كاينه عندي 108 في السادس، وعندي 140 اكثر 140. علاش؟ لانه هاجروا بعض الناس ديال جامعه اكرد لبعض المناطق، خصوصا مدينه الصويره. احنا عملنا منذ مده مع الشركاء على اساس الوعد تم تعطى لنا من 2004 2005 على انه راه كاين مخطط استعجالي للتعليم كذا مات كذا كذا مات في 2010 2012. درت في واحد الاعداديه سميتها عبد المجيد المجري، فقات واحد ثلاثه الاعداديات، تبخر داك الشيء مع السراب ما كاينش، ولينا حنا دابا بحالنا كيبخسوا العمل ديالنا، انه في اطار داك كنشجعوا الناس كنقولوا راه كاينه الاعداديه، هي اعداديه ما كايناش. الاشكال الواقع انه فعلا درنا واحد الاتفاق حنا والمدير الاقليمي، كنشكروا بزاف لانه صيفط لي النجنة واختاروا الوعاء العقاري وداروا الدراسات ورسلوها، ان الاكاديميه لم تتجاوب. واليوم كيعطي واحد الرقم خاطئ للوزير اللي كنحييه بالحركيه ديالو وبالمجهود اللي كنبقى على اجل الاقليم ولا باقي فروع الوطن، ولكن اليوم عطاوك معلومات خاطئه. السيد الوزير مع كامل الاسف عطاوك معلومات خاطئه، عطاوك حقائق غير واضحه، عطاوك شي امور كيروجوها كان اليوم كنسمعوا الزياره انه جاي دايرها البرلماني اللي هو رئيس اللجنه، هو اللي داير الزياره للوزير، هو اللي مهيئه، هو اللي كيروج لها دابا، كيقولوا انه هو هي زياره في اطار هذه هي المناوره السياسيه. علاش السيد رئيس اللجنه اللي هو يا حسره انه ولد احاحان ولد حاحه اللي كيراس اللجنه ديال التعليم والبرلمان في البرلمان، واليوم كيسكت وكيبلع اللسان ديالو على 32 واحد هاجرات مقاعد الدراسه. اليوم انا هاد 25 بنت 90% غادي الزواج القصيرات، علاش انني تكون عندي بنتي غادي نجوجها؟ علاش؟ لانه ما يمكنش غادي نخلي المصير ديالها شنو هو؟ لا ما كاين، ما توفرش الاعداديه ولا غادي نمشي تكرفص، واش كاين شي بيت غتخرج تضرب ساعتين ثلاث ساعات الدخل ما يمكنش. اليوم العدد المستوفي والعدد الحقيقي اللي كتحتاجه الاعداديه استوفيناه منذ 10 سنوات، حنا كنناضلوا اعطيناهم الوعاء العقاري، درنا الاستراتيجيه، درنا ثلاثه ديال النقل المدرسي، ولينا دابا واش بيبخسوا العمل ديالنا؟ هذا جواب الجواب يجاوبوه للساكنه ويجاوبوه للتلامذه ويقولوا لهم باش حنا الدور ديالنا راه حنا قمنا به ك
مترافعين باسم ساكنة أقرض وكمجلس جماعي ترافعنا وعطينا العدد اللي كان ممكن. اليوم عندنا الزواج القاصر في ارتفاع، عندنا الهدر المدرسي بالثلث، وغادي والثلث انا كنتحداهم انه حتى العام الجاي هذا الشيء اللي بقى من 108 غتخرج منه 10 ولا 15، لانه ملي كيطلعوا كيجيو شوف واحد النيفو اخر. اليوم عندي دار الطالب فيها 80 ولد كدعيهم الجماعه تقريبا شي 9-80 سنويا، وكذلك التعاون الوطني عندي 16 ولد ولا 17 ولد فواحد الاعداديه اخرى في تيتزي كندعمها ب 10000 درهم. عندي تلامذ في سيدي مولاي عبد الله الاولاد ديالي دوكرت كلشي باش انه ترجع للاكاديميه بالخاطر ديالها وانه يوصلوا معلومات خاطئه. شتتوا لي الدراري كاملين والبنات كاننا حنا ما كاينش مجلس اللي كيطرف. اليوم الا كانت اليوم العمل ديالنا كيتسمى مناوره سياسيه، انا كنتحداهم يجيبوا لجنه تقصي الحقائق برلمانيه ولا وزاريه، وانا ما عندي ثقه في الاكاديميه ديال مراكش اسفي ما يبداو يكذبوا علينا. اليوم عطاو للسيد الوزير وغلطوه بانه 56 وكاينه 108 اللي طلعت ياك. واليوم الا بغى شي حاجه اكثر من هكا راه الساكنه موجوده والتلامذه راه موجودين، وراه حنا هذا الموضوع ما غاديش نسكتوا فيه وما غاديش، لانه حنا ظلمنا في حقنا وظلموا هاد وشكون كيدفع الثمن؟ بناتنا وولادنا. انا كنحمل المسؤوليه للوزاره وكنحملها الاكاديميه ديال مراكش. انا كرئيس جامعه وكنمثل المجلس الجامعي ديال اكرد اللي عليا راني درتو، والان الكره عند الوزاره. واليوم كنتفاجئ انه السيد الوزير كيصرح بانه غادي يجمعوا ثلاثه الجامعات في اعداديه، ومني ما غادي ديروا هكا واعطونا الداخليات دخلنا البدا. اليوم بنت باها في السجن وكتضرب كتكرفس كتبات مع خالها لي زوفري في الصويره وكتمشي كتضرب 5 كيلومتر يوميا الا بغات تدخل الا بغات تمشي، كتنزل في 6 العشيه وكاين شي بنت 6 العشيه غادي تدخل الغابه. كاينين بنات دابا خرجوا وما كاينين، قول لهم يصيفطوا لجنه، قول لهم الا كان كيهمهم الوطن وكتهمهم التعليم وكيهمهم قول لهم يصيفطوا لجنه يشوفوا 32 بنت وولد ويسولوهم واش انا اللي قلت لهم خرجوا ولا باهم اللي قال لهم خرجوا وعلاش خرجوا، ويمشيوا بعدا غير تنقل اللي غادي يضربوا حتى يوصلوا عندهم عاد غادي يفولوا الحقيقه. لانه حتى الولوجيات ما عندناش، راه ما عندناش طرق، عندنا طريق للمركز الباقي كله بيست. احنا كنديروا الواجب علينا، ولكن اليوم انا كنلقى تنميه بجامعه اكرد لا ما يتمكنش الا ما قراوا ولادها. ولكن ملي كنجي نتفرج في الخطب وخصوصا خطب سيدنا الله ينصرو في عيد العرش ولا الاعياد ولا من مناسبات عديده الا كيوصي على الشباب كيوصي على المراه كيوصي على هادشي ما كنشوفوش هنا، هذا هو الواقع. ما بداوش يقولوا هذاك الكلام اللي قلت ضرهم شغلهم هذاك، ما بداوش نكذبوا، هذا راه شباب، هذا الشباب راه 14 15 عام، هادو من دابا واحد 20 سنه هما اللي غادي يكونوا من الرجالات ديال الدوله، هما يساهموا، هما اللي غادي يكونوا وطنيين. كي غادي ندير انا الى كل عام، انا كل عام كتخرج عندي 42 وهادو النص فيهم غادي يخرج لانه غادي يجي ما يلقاش الاهتمام. علاش الجماعه ديال اكرد باش نعطيهم تاريخيا، جامعة أكرد كانت أم الأربعة ديال الجامعات من الحدود ديال الصويرة من ديابات الغزوة حتى لسيدي أحمد وحمد سيدي كوكي، كانت جامعة أم إيضا وكرد. اليوم بعد التقسيم كتعاني إيضا وكرد فقط الويلات، وكلشي كيعاتب على المجلس الجامعي كيقول واش المجلس الجامعي غادي يدير الطرقان غادي يدير هذا غادي يدير، راه الميزانية ديال الاستثمار راه ما عندناش، كون عندنا الميزانية تاع الاستثمار كون درنا الإعدادية أكثر من 10 سنين هذه. وفعلا كما سمعناه قال أنه خصيصا جاء على قبل أكرد باش يعرف انه واش فعلا كاين المشكل، ولكن تعطاتو ارقام مغلوطه وتعطاتو التوجهات باش انه يجي يطعن في المصداقيه ديال حنا كمنتخبين. حنا بعاد على هادشي، حنا الرساله وصلناها والارقام هما، ولا كانت شي ارقام خاطئه وتحسب اننا سفهنا العمل ديال الوزاره ولا ديال الاكاديميه ولا ديال، يفتحوا معنا التحقيق يحيلوا لنا القضاء وهير باش المواطن ولا هاد الاولاد يعرفوا راه كاينه سياسه في البلاد وكاين توجهات وكاين مراقبه وكاين صرامه. اليوم ما تبخسش لي العمل ديالي كرئيسه ولا العمل ديالك كالعضو ولا ديال الفاعل الجمعوي، راه الا جيتي للجمعويين راه ما عندكش الصدفه اليوم تلقى الجمعوي، كلتي الجمعوي غتسمع شي حاجه اللي ما غادي تروقش. هاد الناس خصهم شويه بركه، سمعنا الجهويه مأساه للصويره، انا كنقولها كنتحمل الجهويه حنا اللي فيها مأساه، يا ريت كون تبعنا لشي جهه اخرى. اما الجهه ديال مراكش اسفي كارثه بالنسبه للصويره، لا في المشاريع ولا في حاجه، لا في الهضره، فيما حديتي شي حاجه واش هذا هو اللي بنت لكم، انا هو الحيط القصير، هذا هو الحيط القصير، الحيط القصير هو انا، صافي هو الجماعه. الرساله ديالي كنناشد السيد الوزير انه اخطا في حق إيضا وكرد واخطا في حق ولاد إيضا وكرد، واليوم كنناشدوا
بكل ما أتيت من 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 احترام وتقدير أنه يدير لجنة مركزية تجي العين ما كانت تزور هاد الناس أو اللي يجي هو هاد الخطرة خصيصا، لأنه من كانت دولة ولاد الزيارة دياله فيها غير حزازات حزبية ولا حزازات ديال واحد السيد بغى يفرض علينا شي حاجة دياله. اليوم كانت تفاجئوا بأنه من يمثلنا في لجنة البرلمان وتنبرتني البرلمان يستهين ب 32 ولد وبنت خرجوا من الدراسة وكيبدا يصفها فقط في اللي معايا واللي ضدي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.